السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وأسادتي. طبعا هالفيديو بس تعرفون حق شو؟ حق هذا اسكن مال نوت 9. اسكن نوت 9 لا تدخل جيم. أنا بلعب اللعبة وايد بس يوم اشتريت نوت 9 خدت الاسكن. خلنا نشوفه. ما أعطونا شيء يا ترى. يقصون علينا والله. صدق أنا أحس شوي يقصوني شوي. والله حليو الاسكن. قلت شو يعطيني امو اكوبمنت؟ ما بامو. ليش مش نفس كل الالعاب؟ ارى ملف الشاشة على راحتي. اشوف الوسط. خلنا نسير شوف الموقع. الجزيرة هاي ريحة مو في شيء. لحظة وين أمو. أوكي بس أبا سلاح. إذن ليش ما تفتح الباب؟ شو هذا؟ شش ترى أيوة أحد زير العجيبة ما بنزل فيها كلهم ينزلون فيها. هذا اللي صار المطار. خلنا نسير. اوه لا تعال. شوف السكن محلى. خلاص هني حصل سلاح. دقهم كلهم. متعود ألتي على لف الشاشة. خل نذبح ايش اللي سلاحه. اسمع ياي لحظة. ذبحني اقول لكم الفيديو كان كله حق السكن بس مال النوت 9. المهم تبون نتعلم اللعبه اني بالعيد بدخل فيها بحاول اتعلم شو تنقل ليش لا يعني مش غلط. فابى كومنتات هنا تحت. ابى الكومنتات تنقل انتم شو رايكم نلعبها. انا ما العب الالعاب تعرفون العاب بلدنج. تبون نتعلمها بنتعلمها نتعلم ابوها بعد.